السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة، يعني دائما أنا أحرص على تقديم الوصفات التي تكون مجربة من مجموعة كبيرة من الأشخاص، وإذا أعطت نتائج إيجابية أقدمها لكم. يعني هذه الوصفة ناجحة إن شاء الله وبإذن الله 100%، تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وخاصة الكوليسترول الضار. أيضا تعمل على فتح الشرايين، وتجنب الأشخاص من الجلطات والسكتات الدماغية. يعني هذه الوصفة فعلا مجربة من الأقرباء وأعطت نتائج إيجابية في وقت قصير جدا، وصفة طبيعية وآمنة 100% إن شاء الله. قبل ما أبدأ في تحضير وتقديم وشرح هذه الوصفة، أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات. أيضا أتمنى من الذين يشاهدون هذا الفيديو لايك وشير للفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس، لأنه هذا المشكل صار منتشر كثيرا في وقتنا الحالي. أيضا أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة، ضروري جدا المداومة عليها، يعني على الأقل 10 أيام. يعني نعمل التحاليل قبل استعمال هذه الوصفة، وبعد استعمال هذه الوصفة بعد 10 أيام أو 15 يوم، ستلاحظون فرق كبير في التحاليل، وستلاحظون أن نسبة هذا الكوليسترول انخفضت بشكل كبير. أيضا قلت مفيدة جدا للناس الذين يعانون من الكوليسترول الضار. هناك أيضا نصيحة أخرى أنصح بها الذين يعانون من هذا المشكل، وهي ممارسة الرياضة والمشي على الأقل يعني نصف ساعة إلى ساعة في اليوم، لأن المشي يساعد كثيرا المرضى بهذا المشكل. نبدأ الآن في شرح الوصفة. سنحتاج فيها إلى مكونين فقط. أول مكون وهو بذور الكتان أو زريعة الكتان، شكلها يكون بهذا الشكل. هذه هي بذور الكتان، ولكن في هذه الوصفة سنحتاج إليها تكون مطحونة وناعمة جدا. يعني نأخذ كمية من بذور الكتان، نقوم بتنظيفها أو التخلص من الأشياء الزائدة فيها، ونقوم بطحنها في المطحنة الكهربائية حتى تصبح بهذا الشكل، تقريبا ناعمة بهذا الشكل. يعني عندنا هنا بذور الكتان مطحونة. من الأحسن أني أطحنها في البيت، يعني لا نشتريها مطحونة، لأنه ممكن أنه يكون عندها فترة طويلة وهي مطحونة، يعني ستنتهي صلاحيتها، يعني إذا كانت مطحونة في وقت طويل. وبالنسبة للطحن في المنزل، نقوم بطحن كل مرة كمية قليلة حتى قلت لا تفقد هذه المادة مفعولها وتعطي نتائج إيجابية في وقت سريع. نحتاج أيضا إلى مكون ثاني وهو الزبادي أو الياغورت، أي نوع زبادي. من الأحسن أيضا أنه يكون زبادي الطبيعي، إذا لم يتوفر يعني الزبادي العادي، أنصح بالزبادي الطبيعي. نأخذ علبة زبادي بهذا الشكل، علبة كاملة، ونضع عليها مقدار ملعقة من بذور الكتان، ملعقة صغيرة، ملعقة شاي أو ملعقة القهوة، ونخلط. هذا الشكل. ونتناول كوب مثلا في الصباح وكوب في المساء، ونستمر عليها يوميا. وإذا كانت نسبة الكوليسترول كبيرة جدا، ممكن أني نتناول 2 إلى 3 أكواب في اليوم، نستمر عليها. وضروري جدا
المداومة على هذه الوصفة قل بعد 10 أيام أو 15 يوم ستلاحظون النتيجة وفرق واضح إن شاء الله. ونكرر هذه الوصفة كلما يعني لاحظت أن نسبة الكوليسترول زادت في الدم. هذه هي الوصفة، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة، يعني دائما أنا أحرص على تقديم الوصفات التي تكون مجربة من مجموعة كبيرة من الأشخاص، وإذا أعطت نتائج إيجابية أقدمها لكم. يعني هذه الوصفة ناجحة إن شاء الله وبإذن الله 100%، تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وخاصة الكوليسترول الضار. أيضا تعمل على فتح الشرايين، وتجنب الأشخاص من الجلطات والسكتات الدماغية. يعني هذه الوصفة فعلا مجربة من الأقرباء وأعطت نتائج إيجابية في وقت قصير جدا. وصفة طبيعية وآمنة 100% إن شاء الله. قبل ما أبدأ في تحضير وتقديم وشرح هذه الوصفة، أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات. أيضا أتمنى من الذين يشاهدون هذا الفيديو لايك وشير للفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس، لأنه هذا المشكل صار منتشر كثيرا في وقتنا الحالي. أيضا أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة ضروري جدا المداومة عليها، يعني على الأقل 10 أيام. يعني نعمل التحاليل قبل استعمال هذه الوصفة، وبعد استعمال هذه الوصفة بعد 10 أيام أو 15 يوم، وستلاحظون فرق كبير في التحاليل، وستلاحظون أن نسبة هذا الكوليسترول انخفضت بشكل كبير. أيضا قلت مفيدة جدا للناس الذين يعانون من الكوليسترول الضار. هناك أيضا نصيحة أخرى أنصح بها الذين يعانون من هذا المشكل، وهي ممارسة الرياضة والمشي على الأقل يعني نصف ساعة إلى ساعة في اليوم، لأن المشي يساعد كثيرا المرضى بهذا المشكل. نبدأ الآن في شرح الوصفة. سنحتاج فيها إلى مكونين فقط. أول مكون وهو بذور الكتان أو زريعة الكتان، شكلها يكون بهذا الشكل. هذه هي بذور الكتان، ولكن في هذه الوصفة سنحتاج إليها تكون مطحونة وناعمة جدا. يعني نأخذ كمية من بذور الكتان، نقوم بتنظيفها أو التخلص من الأشياء الزائدة فيها، ونقوم بطحنها في المطحنة الكهربائية حتى تصبح بهذا الشكل، تقريبا ناعمة بهذا الشكل. يعني عندنا هنا بذور الكتان مطحونة. من الأحسن أني أطحنها في البيت، يعني لا نشتريها مطحونة، لأنه ممكن أنه يكون عندها فترة طويلة وهي مطحونة، يعني ستنتهي صلاحيتها، يعني إذا كانت مطحونة في وقت طويل. وبالنسبة للطحن في المنزل، نقوم بطحن كل مرة كمية قليلة حتى قلت لا تفقد هذه المادة مفعولها وتعطي نتائج إيجابية في وقت سريع. نحتاج أيضا إلى مكون ثاني وهو الزبادي أو الياغورت، أي نوع زبادي. من الأحسن أيضا أنه يكون الزبادي الطبيعي، إذا لم يتوفر يعني الزبادي العادي، أنصح بالزبادي الطبيعي. نأخذ علبة زبادي بهذا الشكل، علبة كاملة، ونضع عليها مقدار ملعقة من بذور الكتان، ملعقة صغيرة، ملعقة شاي أو ملعقة القهوة.
ونخلط. هذا الشكل. ونتناول كوب مثلا في الصباح وكوب في المساء، ونستمر عليها يوميا. وإذا كانت نسبة الكوليسترول كبيرة جدا، ممكن أني نتناول كوبين إلى 3 أكواب في اليوم نستمر عليها، وضروري جدا المداومة على هذه الوصفة. قلت بعد 10 أيام أو 15 يوم ستلاحظون النتيجة وفرق واضح إن شاء الله. ونكرر هذه الوصفة كلما يعني لاحظت أن نسبة الكوليسترول زادت في الدم. هذه هي الوصفة، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.